ودائما مشاهدينا لمزيد من التفاصيل نكون معكم لمتابعة الإيضاحات. وضيفي الليلة هو الدكتور علي مسعود، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف. أهلا وسهلا دكتور علي. وبداية، هل تخرج خطة التنمية الاقتصادية برأيك للعام المالي الجديد عن النمط التقليدي المتعارف عليه؟ ما تقييمكم للأرقام التي وردت بها؟ أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. حقيقة بتأتي الخطة كإنعكاس واضح جدا للنجاحات الاقتصادية اللي حققها الاقتصاد المصري بعد تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المرحلة الأولى منه بدرجة عالية جدا من الكفاءة. ده كان تزامنا مع حجم المشروعات القومية اللي هي تسببت بصورة مباشرة بصورة كبيرة جدا في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة قدرة الدولة المصرية على تعظيم القيمة المضافة من الكثير من الموارد المتاحة لديها، حيث أن احنا قدرنا خلال الفترة اللي فاتت نحقق قدر كبير جدا من الاستقرار الاقتصادي، فده بالتأكيد انعكس على أداء الاقتصاد من حيث معدلات النمو الاقتصادي اللي هو حقق حتى في جائحة كورونا الاقتصاد الوحيد اللي نما بمعدلات موجبة وصلت إلى 8.3% في 2020 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. البنك المركزي قدر بصورة كبيرة جدا يقلل معدلات التضخم واستهدف معدل تضخم 9% ماينس 3 بلس 3 وقدر يحقق المستهدف ده، فطبيعي جدا إن احنا نقول إن احنا نستهدف 6% معدل تضخم في ضوء زيادة واضحة جدا في العرض وفي الإنتاج داخل الاقتصاد المصري واستقرار سعر الصرف. فيما يتعلق بزيادة الاحتياطات النقدية الاحتياط الأجنبي المتوقع، بلي مجموعة كبيرة جدا من الأسباب ومنها الزيادة المتوقعة في الصادرات وخصوصا صادرات البترول وصادرات الغاز. النقلة اللي اتعملت في قطاع الصناعة متوقع زيادة في منتجات الصناعة. المشروعات الصوب الزراعية والتوسع الزراعي والنظرة الجديدة لقطاع الزراعة ده هيترتب عليه زيادة في الصادرات الزراعية، وممكن احنا شفنا دلوقتي مصر من الدول المتقدمة جدا في الترتيب في تصدير بعض السلع الزراعية زي وخصوصا زي الموالح على سبيل المثال. نعم. معدلات البطالة، في نقطة مهمة جدا متعلقة بمعدلات البطالة. اهتمام الدولة الفترة اللي فاتت بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبرامج التمويل اللي تبناها البنك المركزي لهذا القطاع، ده معناه تمكين الاقتصادي لفئة معينة من المصريين هنبدأ نجني ثماره في صورة زيادة معدلات التشغيل وانخفاض معدلات البطالة وزيادة في معدل النمو الاقتصادي. أها. طيب، في النهاية أحب أن أسألك على أيضا التقديرات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية. تمام. يا ما بنيجي نقول هو الاستثمارات الأجنبية بتجري رقم واحد فرص، يكون فرص العائد بتبقى أعلى أو معدلات العائد على الاستثمار بتبقى أعلى، وكون إنه مصر انتقلت من كونها دولة نامية إلى دولة صاعدة فمعدلات العائد فيها مرتفعة، دي حاجة. الحاجة الثانية، من المتطلبات الأساسية للاستثمار الأجنبي والتي تم تحقيقها في مصر رقم واحد هو الاستقرار الأمني والسياسي، رقم اثنين الاستقرار الاقتصادي، رقم ثلاثة وجود رؤية واضحة للحكومة المصرية لتوطين الصناعات وتشجيع الاستثمار سواء الاستثمار الأجنبي أو المحلي، واستقرار سعر الصرف. ده كله عوامل هيترتب عليها زيادة ملحوظة في الاستثمارات الأجنبية داخل الاقتصاد المصري. الدكتور علي مسعود أستاذ الاقتصاد، شكرا جزيلا على وجودك معنا في مال وأعمال.